السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. إخواني الكرام، فيديو اليوم فيديو مميز جدا ومفيد جدا. سوف نقوم بشرح طريقة تغيير DNS على أجهزة الأندرويد تي في لتوقيف جميع الإعلانات، أو قد أقول 90% من الإعلانات، سواء كانت على التطبيقات أو على يعني متصفحات يعني المواقع إلى آخره. فيديو مفيد جدا إخواني الكرام، أرجو منكم مشاهدة الفيديو حتى الآخر لتعرفوا كيفية فعل هذا بعد الفاصل إن شاء الله. أول شيء أريد أن أفعله إخواني الكرام هو أولا تصفح شيئين، واللي هو سرعة الانترنت قبل تغيير DNS وبعد تغيير DNS، لأريكم أنه لن يؤثر على سرعة الانترنت اللي عندك في الجهاز تاعك أخي الكريم. هذا أول شيء. وثاني شيء سوف أريكم تطبيق فيه إعلانات قبل تغيير DNS وبعد تغيير DNS لكي تروا أن هذه الطريقة شغالة 100%. أول شيء إخواني الكرام سوف نقوم بدخول إلى هذا التطبيق Speed Test لقياسة سرعة الانترنت. كما ترون هنا إخواني الكرام، هذا التطبيق تطبيق جميل جدا، هو Speed Test، موجود في جوجل بلاي ستور. نضغط على OK لقياس سرعة الانترنت قبل تغيير DNS تاع اليوم إن شاء الله لإيقاف الإعلانات. الآن ننتظر قليلا. وكما ترون عندكم سرعة الداونلود، سرعة الداونلود اللي هي المهمة أكثر، لأن هذه هي سرعة الداونلود هي اللي تستعمل في مشاهدة يعني الأفلام، مسلسلات، تحميل تطبيقات إلى آخره. كما ترون هي سرعة تاعها 275 في الجهاز تاعي. والآن عندك سرعة الأبلود، يعني السرعة للإرسال إلى آخره، إرسال ملفات، إرسال صور، إرسال يعني دخول في المواقع إلى آخره. كما ترون 253. تذكروا معي جيدا إخواني الكرام، سرعة الداونلود هي 275 وسرعة الأبلود هي 253. هذا أول شيء. الآن نعود، والآن أريد أن أريكم هذا التطبيق اللي هو رام كلينر، وهذا بالمناسبة تطبيق مميز جدا، سوف أقوم بوضع فيديو عليه المرة القادمة إن شاء الله. هذا الفيديو العيب الوحيد دياله أنه يحتوي على إعلانات. نضغط عليه لفتحه لأول مرة. إخواني الكرام، هذه هي واجهة التطبيق. عندما أضغط هنا على ملتي بوست كما ترون هنا، سوف يقوم بإغلاق جميع التطبيقات اللي في الخلفية الجهاز، التي تدور في خلفية الجهاز بضغطة واحدة. ولكن المشكل الوحيد هو كل مرة تفعل هذا في آخر العملية يظهر معك إعلان، وسوف ترون هذا على المباشر. نضغط على ملتي بوست، نعطيه الصلاحية أوكي، أذهب إلى أكسيسيبيليتي، ثم ننزل إلى نبحث عن تطبيق اللي هو هذا رام كلينر، نعطيه صلاحية، نعطيه مرتين هو يبوغي ديفو. طيب كما ترون هنا بضغطة واحدة سوف يقوم بإغلاق جميع التطبيقات اللي في الخلفية، ولكن كما ترون كل مرة أفعل هذا سوف يخرج معي هذا الإعلان كما ترون هنا على الشاشة. وهذا هو موضوع فيديونا لليوم إن شاء الله، هو إيقاف هذا النوع من الإعلانات، سواء كانت عن التطبيقات سواء كانت على المواقع. كما ترون ننتظر حتى يخرج يعني يكمل الإعلان لكي تروا بأعينكم. ولو لن أقوم بفعل مونتاج لهذا الفيديو، سوف ترون كلش على المباشر إخواني الكرام، لتروا أن الطريقة ناجحة 100%. الآن يعني لخروج من الإعلان تضغط هنا، تضغط على أعلى بالسهم. الآن كما رأيتم هذا التطبيق فيه إعلانات إخواني الكرام. نفس الشيء إذا ذهبت إلى كلين كاش سوف ترون هنا طاق كلين كاش. لن ننتظر حتى الأخير، ولكن فقط لإرائكم بتوضيح. نعود إلى الوراء، وكما ترون إعلان آخر إخواني الكرام. الآن سوف أقوم بالخروج من التطبيق فورسي لاغي، يعني خروج إجباري، يعني عملته بهذه الطريقة، ولكن أنتم تعملونه يعني في الإعدادات تقومون بغلق إجباري. الآن إخواني سوف نقوم بتغيير DNS ونجرب هذا الشيء مرة ثانية، واللي هو Speed Test،
وهذا التطبيق اللي هو رام كلينر. كل ما علينا فعله هو الذهاب الى الاعدادات، اعدادات الجهاز. بعد ذلك ننزل الى ريزو الانترنت اللي هي شبكة الانترنت ديالك. وين تدخل، وين تدخل انت الانترنت ديالك، تضغط عليها وتبحث عن شبكة الانترنت ديالك. انا هذه هي الشبكة ديالي، انت تبحث عن الشبكة اللي راك يعني متصل بها، تضغط عليها. ثم هنا تنزل الى الاسفل اخي كريم، وين مكتوبة بارامتر اي بي، يعني اعدادات الاي بي ادريس، تراها مباشرة في بروتوكول دي اش سي بي. تضغط عليها اخي كريم، وهنا تحولها الى ستاتيك. تضغط على الثانية، هي تكون هنا في الاولى، تضغط على الثانية. الان تخرج معك الاي بي ادريس اخي كريم، فقط دقيقة واحدة. اول شيء يخرج معك اخي كريم هو الاي بي ادريس، لا تفعل شيء، لا تغير اي شيء، تضغط على سويفون اللي هي بعد، تضغط عليها. وهنا تخرجك الباسورد اخي كريم، وهي نفس الشيء، لا تفعل شيء، نيكست مره ثانيه. ثم هنا هذه تاع الريزو لونغور دو بريفي دو بريفيكس، هذه ثانيك ايضا تخليها نفسها. العمل كله هنا في الدي ان اس رقم واحد والدي ان اس رقم ثاني. هنا نقوم بحذف هذا. الان اخواني في الدي ان اس رقم واحد نقوم بكتابة هذا الرقم بالحرف الواحد اخواني الكرام، 94.140.15. كما ترون اخواني الكرام على الشاشة، 94.140.15. عندما تدخل هذا تضغط على next اللي هي سويفون. الان نفس الشيء هنا نقوم بحذف هذا الدي ان اس رقم 2 ونقوم بكتابة هذا الرقم اخي الكريم، 94.140.15. كما ترى اخي في الشاشة، 94.140.15.16. بعدما تكتب هذا اخي كريم تضغط على سويفون اللي هي نيكست. والان كما ترى كونفيغوراسيون انجستري، يعني كل شيء تسجل، تنتظر سوف تتحول الى ستاتيك. كما ترى هنا بارامتر اي بي، يعني اعدادات الاي بي تكون في البروتوكول، تتحول الى ستاتيك. الان اخي الكريم انصحك باطفاء الجهاز واعادة تشغيله. انا لم افعل هذا ولكن من الافضل، لهذا سوف الان نجرب سرعة الانترنت وهل هناك دائما اعلانات او تم حذفها من هذا التطبيق. وللمعلومة هذه الطريقة جربت اكثر من تطبيق، يعني التطبيقات المعروفين كالتطبيق الاحمر الى اخره، ويعني تحذف جميع الاعلانات، ولكن لا تحذف اعلانات اليوتيوب اخواني الكرام، باش نكونوا واضحين، اعلانات اليوتيوب خاطئة، لا تحذف اعلانات اليوتيوب. الان سبيد تيست، نضغط على اوكي. كنا كما اذا تذكرتوا كنا 270 في الداونلود، في الابلود الله اعلم 230 هكذا ياك. المهم كما ترون سرعة الانترنت لم تتغير اخواني الكرام، هي في 280 حوالي 270-280، هذه في سرعة الداونلود. عندك سرعة الابلود لن تتغير، ولكن المهم اكثر هو سرعة الداونلود اخواني الكرام. كما ترون هاي لك السرعة لم تتغير، هاي في 280 كيف كيف. والله اخواني الان لقد قمنا بسرعة الانترنت، الان واللي هي سوف نرى اذا تم حذف الاعلانات من هذا التطبيق ام لا. وهذا يعني غير تجربة، مثال هذا التطبيق، هذه الطريقة تنزع لك 90% من الاعلانات من التطبيقات. الان سوف نجرب رام كلينر. نضغط على ملتي بوستر، نعطيه صلاحية كما فعلنا مقبل.
accessibility هاو الكرام تاك مرتين. كما ترون الآن سوف يقوم بغلق جميع التطبيقات في الخلفية، وكما ترون ليس هناك إعلان. سوف أعيد المرة ثانية لكي تروا. هنا clean cache تاك، تضغط نضغط على الرجوع، وكما ترون الإعلانات حذفت، ليس هناك إعلان. وسوف أقوم بالعملية مرة ثانية لكي تروا بأعينكم وتتأكدوا. سوف أقوم بفتح بعض التطبيقات لكي تدور في الخلفية. عندك هذا إلى آخره. الآن نعود إلى رام كلينر، نضغط على ملتي بوست، نعطيه صلاحية. هذه صلاحية لأنني غلقت غلق إجباري إخواني الكرام، لستم بحاجة إلى فعل هذا كل مرة. تاك تاك تاك، كما ترون سوف يغلق التطبيقات في الخلفية وليس هناك إعلان. كلين كاش، نعود إلى الوراء. تاك إخواني، ليس هناك إعلان. وهذه طريقة كما قلت جربتها مع أكثر من تطبيق وتعمل بشكل رائع جدا إخواني الكرام. وحتى التطبيقات التي فيهم هما المطورين تاعهم دايرين لهم برامج لكي يقوم بكشف عن هذه النوع من الدي ان اس او من هذه التطبيقات التي تقوم بتوقيف التطبيقات، فلن يقوم باستكشافها على ما اظن، لانني كان هناك واحد التطبيق في هذا البرنامج يكشف يعني دي ان اس وهذا الاد بلوك الى اخره، ولم يكتشف هذه الطريقه وقمت ب يعني ايقاف الاعلانات. لهذا اخواني الكرام اطلب منكم ان تجربوا هذه الطريقه وتجربوا افضل التطبيقات التي يعني معروفه عندكم وانا نعرفها وانتم تعرفوها، وتشوفوا بان هذه الطريقه شغاله 100% اخواني الكرام. اذا افادكم الفيديو واذا اعجبكم وتريدون ان افعل طريقه كما هذه، ليست نفس الطريقه ولكن كما هذه على الهاتف، ارجو منكم التفاعل مع الفيديو باللايكات وتعليقاتكم الجميلة ان شاء الله. هكذا المرة القادمة ان شاء الله ندير لكم فيديو على كيفية ايقاف الاعلانات بدون اي تطبيق على الهاتف، لكي تروا افضل تطبيقاتكم المفضلة بدون اعلانات. كان هذا الفيديو اخواني الكرام، القاكم المرة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.